أهلا بكم مشاهدينا الكرام الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف. والبداية من أهم العناوين: في المدى الصحة تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في الزمن: برغدار حملة ممنهجة على القضاء وراءها سياسيون فاسدون. نطالع من العربي الجديد: حكومة الكاظمي أمام البرلمان العراقي بلا ضمانات. وفي عربي 21: تقرير أمريكي، الصين أخفت خطورة كورونا في البداية. في العرب اللندنية: دعم أمريكي مشروط للكاظمي قبيل استكمالي تشكيل حكومته. القدس العربي: الحكومة الفلسطينية توصي الرئيس بتمديد حالة الطوارئ للشهر الثالث. وعنونة الشرق الأوسط: ترامب: سيكون لدينا لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام. شبع العراقيون حد التخمة من وعود التخمة الحاكمة طيلة 17 عاماً والتي لم تتعب من إطلاقها وتخدير بسطاء الناس بها، ولم تفي ولا بوعد واحد غير آبهة بما تعانيه الغالبية العظمى من المواطنين. جاء ذلك في افتتاحية مقال الكاتب كاظم المقدادي في صحيفة المدى. تتخبط الحكومة حيال محنة وباء كورونا وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية التي لم يلمس الفقراء سوى الوعود والبيانات التي لا تغني ولا تسمن، بينما تتفاقم محنة من لا دخل له ولا يستطيع توفير لقمة العيش لأطفاله بسبب انقطاع رزقه اليومي أثناء فترة حظر التجوال الضروري في مواجهة وباء كورونا. وهؤلاء هم بالملايين ويعانون هم وأسرهم من الفاقة والحرمان. وفقا لأرقام وزارة التخطيط، ثمة اليوم في العراق ما لا يقل عن 10 ملايين من المواطنين الفقراء الذين يقع معظمهم تحت خط الفقر، وهؤلاء هم عمال المساطر والبناء وأصحاب الوسطيات والكسبة من مختلف المهن وغيرهم، ممن يصارعون يوميا في الأحوال الاعتيادية من أجل تأمين لقمة خبزهم وقوت عائلاتهم. ولكم أن تتصوروا حال هؤلاء المسحوقين اليوم في ظل حظر التجوال الذي يحرمهم حتى من فرص العمل البائسة المشار إليها وغير المضمونة، ويسلبهم القدرة على إطعام أطفالهم الجياع. ومع مرور أيام حظر التجوال وتمديدها تفاقمت محنتهم، وكان يفترض وكحق من حقوقهم أن تساعدهم الحكومة فورا. لو كانت الحكومة حريصة على شعبها لأسرعت في اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من عبء الأزمة التي يعاني منها الفقراء والكادحون جراء فرض حظر التجوال الصحي. جميع دول العالم التي تواجه خطر الوباء والتي فرضت إجراءات الحجر المنزلي على مواطنيها قامت بتحمل الأعباء الاقتصادية الناجمة عن ذلك، بما فيها صرف إعانات مالية إلى من خسروا فرص العمل. ملايين من المواطنين تأثروا بإجراءات الحجر الصحي الوقائي من الناحية المعيشية وفقدوا قوتهم اليومي، وكان على الحكومة أن تعالج هذا الأمر بتخصيص أموال ومنح وتأمين سلات غذائية مضاعفة لهم، وخصوصا الأيتام وكبار السن والأطفال وذوي الدخل والأشخاص وذوي الإعاقة المحددة والمهجرين. حكومة الكاظمي أمام مجلس النواب بلا ضمانات. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد، وجاء فيها أن تحالفي الفتح ودولة القانون يعترضان على مرشحي بعض الحقائب الوزارية. وقد طالب الكاظمي باستبدالهم ما دفع قوى سياسية أخرى للاعتراض على مرشحين أيضا، مضيفا أن الكاظمي لا زال يصر على التشكيلة الوزارية التي قدمها بنسختها الأخيرة، خصوصا أنها مرت على هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة والقيد الجنائي. وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رسالة داخلية إلى أعضاء البرلمان
دعاهم فيها إلى التوجه للعاصمة بغداد في موعد أقصاه اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. وجاءت الدعوة على الرغم من استمرار الخلافات على بعض الوزارات في حكومة الكاظمي، إذ أشهرت كتل سياسية عدة اعتراضات على بعض المرشحين لتسلم حقائب وزارية مطالبة بتغييرهم وسط استمرار المفاوضات بين رئيس الوزراء المكلف والكتل في هذا الشأن، ما يضع جلسة البرلمان المرتقبة أمام سيناريوهات عدة. ويشدد نواب وسياسيون على أنه لا توجد ضمانات حتى الآن على منح الثقة لحكومة الكاظمي في حال عقدة الجلسة الاستثنائية للتصويت على التشكيلة الجديدة. وقال عضو في البرلمان للعرب الجديد إن الأسماء التي رفضت في حكومة الكاظمي تتعلق بمرشحي وزارات الخارجية والداخلية والتربية والنقل والتخطيط، ويتصدر تيار الرفض والإملاءات كل من تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون. بدوره أكد عضو بارز في البرلمان عن تحالف الفتح طلب عدم ذكر اسمه للعرب الجديد أن الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف لا تزال قائمة ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي بسبب بعض الحقائب الوزارية ومرشحي هذه الحقائب. لا يمكن لأي جهة سياسية ضمان أو تأكيد أن الحكومة الجديدة ستحصل على ثقة البرلمان، فهو أمر ستحسم صفقات الدقائق الأخيرة التي تعقد داخل مجلس النواب. لماذا لن تنجح محاولات شيطنة الفلسطينيين في تغيير شعوب الخليج؟ لا يمكن فهم محاولات شيطنة الفلسطينيين وتبرئة الاحتلال الصهيوني في الدراما العربية وخصوصا الخليجية إلا في سياق التغيرات السياسية التي تحصل في المنطقة، وهذا ما جاء في مقال للكاتب فراس أبو هلال في موقع عربي 21. ثمة تغييرات جذرية إقليمية ودولية أسست لهذا الترويج للعداء لكل ما هو فلسطيني في الدراما وفي نشاط جيوش الذباب الإلكتروني. ونقول العداء للفلسطيني وليس فقط التطبيع، لأن ما يجري الآن يتجاوز خطيئة التطبيع لشيطنة الفلسطيني، وهو هدف مدروس بعناية من صناع القرار في بعض الدول العربية بهدف تهيئة الأرضية لقبول سياسة الانفتاح على الاحتلال والارتماء بأحضانه، وهي سياسة تجري الآن وهنا بتسارع كبير. أولى هذه التغييرات هي حالة التوحش التي بدأت تنتهجها دول عربية ضد شعوبها، خصوصا بعد انحسار الثورات الشعبية وتحقيق انتصارات موضوعية لدول الثورة المضادة، وهي حالة صار معها أي رأي مخالف للسلطة يعني السجن وربما الموت. يتزامن هذا التغيير مع انحسار دور الشعوب العربية في الفعل السياسي الجماهيري بسبب الأوضاع السيئة التي تمر بها غالبية البلاد العربية وانشغال الشعوب بمشكلاتها الداخلية، وهو الأمر الذي تعمق مع الأزمات الاقتصادية والركود خصوصا بعد تفشي وباء كورونا بكل تداعياته السلبية اقتصاديا وأمنيا. وإذا انتقلنا للبعد الدولي، فإن وجود رئيس أمريكي يمارس البلطجة العلنية على الدول العربية جعل الأنظمة القمعية التي لا تمتلك رصيدا أو شرعية شعبية تبحث عن إرضائه بكل الوسائل، وأهمها عبر بوابة تل أبيب ومغازلة الاحتلال. لا يمكن عد الدراما العربية وخصوصا الخليجية معبرة عن المزاج الشعبي بسبب حالة القمع الكبيرة التي تسيطر على المنطقة، أو للسبب ذاته لا يمكن أيضا بأي حال عد ما ينشره الذباب الإلكتروني الموجه من السلطة ممثلا للشعوب المغلوبة على أمرها. وبحسب الكاتب فإن الشعوب الخليجية لن تتقبل هذه الرواية التي يراد ترويجها الآن عن الفلسطينيين وقضيتهم، وستعبر عن روايتها الخاصة بدون شك إذا أتيح لها ذلك. نشر صحيفة فاينانشال تايمز مقالا عن مستقبل النفط في ضوء معطيات جائحة كوفيد 19 وأزمة حرب الأسعار التي تسببت بإغراق الأسواق ومنهيار أسعار النفط الخام
إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا. وينقل ديفيد شيبارد معد التقرير عن جون براون المدير التنفيذي السابق لشركة بريتش بتروليوم أنه راقب على مدى 5 عقود تقلبات في صناعة النفط، وعلى خلاف دورات الكساد والازدهار فهو يعتقد أن انهيار أسعار النفط المرتبط بفيروس كورونا هو تحذير لما هو آت. أدت الأزمة لمحو ثلث الطلب العالمي على النفط تقريبا من خلال الإغلاقات ومنع السفر، مما أدى لضرب السوق التي كانت تعيش بالفعل أزمة بشأن التعايش مع تزايد حضور قضية التغيرات المناخية في الأجندة السياسية. وسط مخاوف من وصول الطلب عليه للذروة، ويرى البعض أن توقيت انهيار أسعار النفط شكل مجرد إعلان ترويجي لما سيحدث هذا الصيف في حال وصل الطلب على النفط بالفعل حده الأقصى. ففي الشهر الماضي أغلقت حقول نفط ولم تعد مخازنه تستوعب كميات جديدة، فيما دخلت شركات نفط وطنية حرب أسعار من أجل الحصول على حصة من سوق ينكمش، ووصلت أسعار النفط الأمريكية إلى ما تحت الصفر لأول مرة في التاريخ، مما يشير إلى تراجع الطلب. يرى البعض أن التغيرات السلوكية خلال أزمة كورونا ستسرع من دخول النفط مسار ذروة الطلب عليه. ويقول لورد براون: شاهدنا هشاشة العالم في ظل الوباء، والوعي بالهشاشة مهم في تشكيل السلوك الإنساني. الناس الذين قضوا أشهرا يخشون من إصابة رئاتهم سيبحثون عن الهواء النظيف. وأضاف الكاتب أن العالم سيتغير كثيرا، وأن الطلب العالمي سيبلغ ذروته بالتزامن مع توجه العالم نحو الطاقة المتجددة، وستشعر الصناعة بالضغوط على النفط عاجلا وليس آجلا. وعلى الجانب الآخر، هناك من يرى أن الجهود لتخفيف الآثار المناخية ستأخذ المال والوقت من الحكومات التي ستواجه نفطا رخيصا وكسادا عالميا. صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت أن فيروس كورونا سيضع نهاية للنظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، ووضع أمريكا في زعامة العالم. فالمتابع: إن الولايات المتحدة لم تعد تلعب دور زعيم العالم كما كان عليه الحال في القرن العشرين. إن قدرة الولايات المتحدة على لعب هذا الدور تراجعت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وتسببت الأزمة الحالية بإضعاف أمريكا وجعلها من أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وأجبرت الأمريكيين أخيرا على التنازل عن ادعاء هذه الزعامة. فيروس كورونا وجه ضربة خطيرة لأوروبا حليفة أمريكا بعد عجز الاتحاد الأوروبي حتى عن دعم بلدانه التي تضررت بشدة من الفيروس كإيطاليا، كما أن على الاتحاد الأوروبي مراجعة هيكلة بنائه وجهازه الخاص من أجل إنشاء نظام عالمي جديد لمزيد من التأثير في القضايا المختلفة. إن نهوض الصين لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار النظام العالمي القائم، ورأت أن تأخر منظمة الصحة العالمية في تحذير العالم من خطر كورونا دليل على اعتماد المنظمة على بكين. يذكر أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة اقترب من 68,000 وفاة، وأن وفيات كورونا في أمريكا قد فاقت كل الوفيات في الدول الأخرى في العالم. في تقرير لكريستينا لامب مراسلة الشؤون الخارجية البارزة في صحيفة ساندي تايمز، ذكرت فيه أن الإغلاق أدى إلى وباء من الاضطهاد حول العالم، فقد استخدم الحكام المستبدون كوفيد 19 وسيلة لملاحقة المعارضين وتأجيل الانتخابات وأكثر من ذلك. اكتشف قارة العالم من بوليفيا إلى الفلبين وكمبوديا أن الوباء الكبير يقدم لهم مبررا مثاليا لتوسيع سلطاتهم وإسكات المعارضة وسجن الصحفيين وفرض الرقابة وتأجيل انتخابات لا يريدونها. وتقول الناشطة في مجال حقوق الإنسان بدولة توغو التي تحكمها عائلة واحدة منذ 59 عاما فريدا نابوريما: يحب الدكتاتوريون الإغلاق العام،
وأضافت أن الإنجازات الصغيرة في مجال الحقوق المدنية التي تم اكتسابها خلال كفاح عقود مسحت بشكل كامل. وعاد الجنود إلى الشوارع والناجون أظهروا التزاما بأوامر الرئيس، وفرضت 80 دولة قوانين طوارئ، ونشرت فرسان الكورونا لاعتقال وسجن الآلاف من الناس باستخدام قوة قاتلة في معظم الأحيان. وقال نيت شينغان مدير البحث الخاص في فريدوم هاوس: نشاهد في بعض البلدان وفيات نتيجة لوحشية الشرطة أكثر من وفيات فيروس كورونا. وكشفت صور صادمة عن تجميع المعتقلين الذين خرقوا حظر التجوال في أقفاص الكلاب، فيما تم وضع عدد آخر منهم في الأكفان حسب منظمة Human Rights Watch. وفي بوليفيا انشغلت حكومة جينين إنز في اعتقال المعارضين عبر استخدام تطبيق الشرطة الإلكترونية التي أطلقته وزارة الداخلية، وأصدرت أمرا رئاسيا جديدا وهو الجريمة ضد الصحة العامة، ويوجه ضد أي شخص يقوم بنشر معلومات مضللة. أضافت المراسلة في تقريرها أن الخطوات الضرورية للصحة العامة مثل منع التجمعات العامة هي مقنعة للذين يحاولون قمع المعارضة، وهناك دول تحاول استخدام الوباء ذريعة لتأخير الانتخابات كما في بوليفيا أو المضي في عقدها، بحيث لا تستطيع المعارضة القيام بحملات انتخابية كما في كمبوديا. أمسك بنمر سنو ليبارد وهو نادر في أثناء هجومه على الماشية قرب قرية نائية في جبال هيمالايا الهندية، لكنه سينقل إلى حديقة حيوانات بدلا من إطلاق سلاحه، على وفق ما أعلنه مسؤولون الأحد، مما أثار غضب الناشطين. وعثر على هذا الحيوان المهدد بالانقراض السبت بعدما حصل داخل حظيرة تضم رؤوسا من الأغنام والماعز في قرية جيو قرب الحدود مع تيبت في ولاية هيماشال براديش في الهند. وأوضحت مسؤولة الحياة البرية في الولاية سافيتا شارما أن النمر الثلجي لم يعد إطلاقه لأن الحادثة تضمن نزاعا بين الحيوانات البرية والبشر، مضيفة أنه سينقل إلى حديقة حيوان في التلال الواقعة خارج عاصمة الولاية شميلا. ووفقا لشارما المسؤولة لا يوجد سوى 44 من هذه النمور النادرة في الطرق المرتفعة والوديان الوعرة في هيماشال براديش، وهذه النمور الثلجية أجبرت على الانتقال إلى ارتفاعات أدنى والانقضاض على الحيوانات الأليفة بعدما قضي على فرائسها الطبيعية بالصيد. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية المختارة. وبهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذنه تعالى صدى أقلام جديد عبر الرافدين، في أمان الله.